وصلنا لفقرتنا الأخيرة يا سمار، وقبلها بدنا ناخذ تقرير اكيد لوين؟ هلا تقرير بدنا نحكي عن موضوع حياتي يومي ليا كلياتنا بنقرر مثلا بدنا نغير شغلنا بدنا نغير بحياتنا حتى الخاصه بكثير امور حياتيه. خلينا نحكي انت مثلا بتقدري مثلا تاخذي قرار تغيري شيء يعني اساسي أكيد بحياتك كشغل كحياه كبيت كاي شيء يعني أكيد بشكل طبيعي؟ أكيد، ولكن بدنا نحكي كيف منلائم قرارنا مع الظروف يلي هي مفروضة علينا. في كثير من الناس بخافوا من التغيير، لكن اليوم بدنا نحكي عن التغيير ولكن بطريقة إيجابية، كيف ممكن نغير حياتنا، شغلنا، أمورنا الحياتية الخاصة ولكن بطريقة إيجابية؟ بنتابع بالتقرير التالي. يخاف معظم الأشخاص من الفشل وتبعاته، ومعظمنا يخشى اتخاذ القرارات المشكوك فيها خوفاً من الاصطدام بنهايات غير ناجحة. وحتى نضمن ألا تكون مرحلة التغيير في حياتنا تجربة مليئة بالتوتر والقلق، غالباً ما نميل إلى البقاء ضمن المألوف والمعروف لدينا بعيداً عن أي مجازفة قد تبوء بالفشل وتشعرنا بالندم. وتساهم الموروثات الاجتماعية مثل مقولة الذي تعرفه خير من الذي تجهله وعصفور باليد ولا عشرة على الشجرة في تثبيط العزيمة لدى غالبية الأشخاص ومنعهم من خوض التجارب الجديدة والمثيرة وتحمل مسؤولياتهم تجاه القرارات التي يتخذونها وبالتالي السعي إلى التغيير الذي من الممكن أن يغير حياة الأشخاص إلى الأفضل. التغيير مفهوم رح نتعرف عليه اليوم مع ضيفتنا بالاستديو سلوى عرنوس مدربة مهارات حياة. لكن متابعينا بموضوع كتير مهم مع سلوى. صباحو يا سلوى. صباحو، أهلا وسهلا فيكي. يعني اليوم موضوعنا كتير مهم، كتير مهم خاصة بهالوقت حكينا عنه كتير، بس كتير بده واحد زائد واحد تمام. زائد واحد زائد واحد لحتى نوصل للشجاعة. تماما تمام، بده إرادة وشجاعة في عالم مثل ما قلتي. خلينا نحكي بالبداية على العالم اللي بتخاف من التغيير، اللي بتبقى دائما وكل عمرها يعني على روتين حياة معين ما بتقدر تغير لا شغلة. التغيير شو السبب أو طيب خوفة. خلينا نحكي ليش عم بيخافوا تمام. يعني ليش عم تخافوا من التغيير، كيف فينا نشجعهم غيروا وممكن يكون هذا التغيير أحسن لكم لحياتكم لعائلتكم. خلينا نبلش بهذا الشيء. تمام، هلأ ما فينا نحصل على حياة جديدة ولا نتائج جديدة إذا نحن منضلنا على أسلوب حياتنا المعتاد. أي نتائج جديدة بدها تغيير. ليش الناس بتخاف من التغيير؟ كتير أشخاص عندهم خوف من التغيير، خلينا نقول أسبابه أنه هن وصلوا لمرحلة من مشاعر اللامبالاة، كتر الأحباط والمصائب اللي هو تعرض لها والظروف اللي هو عايش فيها خلت عنده لامبالاة، وأنه شو حيصير إذا غيرت. فهذا الشخص بتلاقيه أنه غير مبالي مهما كانت حياته تعيسة، بتحكي قدامه عن التغيير أنه فينا نعمل شيء جديد بحياتنا، بيسمع بس ما بيقتنع، غير مبالي. والمشكلة إنه إذا كان شريك حياة والشريكة بدها تغير، هون المشكلة إنه هو حيكون مثل خلينا نقول أول عقبة بحياته، عنده رفض لهذا التغيير. تمام. بيخاف من أي شيء، يعني حتى إذا زوجته غيرت لون شعرها عنده رفض قاطع، بيقول لها تغيرت الصورة، تخيلي لوين هو رفضه للتغيير. بس ممكن يكون مثلا بيكره هاد مثلا مكان عمله شغله حياته، هو مثلاً عنده بسبب إحباطه خلينا نقول ما عنده قبول انه يغير. طيب هلا انا طيب هو بيكره هذا الشيء وبضل مثلا ينق عليه، مثلا بيجي مثلا كل يوم على البيت مثلا بنق على زوجته انه على الشغل وماله مبسوط وكذا بهذا الروتين للشكوى. طيب كيف ممكن هي تقنعه انه لا بدك تغير؟ خلينا نحكي على الاطراف الثانيين. دائما بنقول نحن بنقدر نغير انفسنا اكثر من نغير الاخرين. الشخص اذا ما كان عنده رغبه من داخله انه يغير حاله، مشان هيك نحن بدنا نحكي اليوم للي عم يسمعنا انه هو يفكر انه يغير نفسه. السبب الثاني لعدم التغيير خوف، الخوف من الشيء الجديد. ودائما في مثل جاهلي بيقول كل شرف جديد خارجيه في اوله، يعني اي شيء جديد بيدخل على المجتمع فورا المجتمع بيرفضه، يكون عنده رفض لاي شيء جديد. بعد فتره لتعتاد الناس عليه بصير هو مقبول، اي موضه جديده، اي تغيير جديد، اي شيء بيكون نحن دائما عنا رفض له. هلا انا بدي اغير حياتي، بدي اغير شيء بحياتي، مثلا
الأشخاص اللي بيعانوا من البدانة ما فيهم يحصلوا على جسد إذا ما عملوا تغيير نظام غذائي جديد وأسلوب حياة جديد. في رفض، في خوف، في صعوبة بالاستمرار. في شخص بياخد قرار وهدول كتار ببلش وبوقف. قلت لك أنا بتمنى أكمل شغلة للآخر. ليه أنا حبيت مثلا أتعلم لغة، سجلت دورة واحدة وتركت. تمام. أنا حابة مثلا عامل ريجيم، بلش كم يوم وبترك. طبعا. أنا أفكر إني روح شوف رفقاتي، بلش كم يوم كتار أو توعد رفقاته ما بتيجي. هلا بنرجع لك ليا. أنا مع التغيير الدائم. نحن برج العقرب. تمام. نحن برج العقرب أنا وسلوى، فكتير بنحب التغيير فورا من ملص. بكون أنت مثلا عندك إرادة ممكن تكملي، مثلا قررتي أنت مثلا بدك تعملي دايت، بتكملي هيك للآخر ولا بتوصلي لمرحلة من الملل يعني؟ هلا وأنا ما بدي جاوبك حسب المزاج، بس بعمل آخر قرار، بس آخر قرار بكمل. سلوى خلينا نحكي عن نقطة مهمة، في تغيير مؤقت وفي تغيير جذري بالحياة مثل ما حكينا شوي نحن وسمر، ولكن خلينا نحكي تغيير المؤقت. تغيير المؤقت، شخص تعرض لظرف مثلا معين، ضغط مادي خلينا نقول، عنده تغيير مؤقت بأنه يعمل ميزانية مؤقتة بدل ما يحسن وضعه، هذا اسمه تغيير مؤقت. شخصين تزوجوا صار عندهم تراكم من الديون، بيقول لنا نحن فايتين على مرحلة بدنا نضغط حالنا هالست شهور مثلا، هذا اسمه تغيير مؤقت اللي هو له فترة معينة، أكيد بده يكون له خطة منظمة حتى يخلص بالفترة المحددة هالتغيير المؤقت. إنسانة فاتت بفترة حمل، في تغيير مؤقت بحياتها. أكيد. في إجازة أمومة بحياتها، هذا اسمه تغيير مؤقت. فترة امتحانات، دائما عندنا تغييرات لفترة معينة. التغيير الجذري اني انا اخذ قرار بتغيير معين، مثلا شغلي ماني مرتاحه فيه، اخذت قرار باني غير شغلي، هو قرار كتير قوي. ممكن فتره تغيير الشغل اني اقعد فتره معينه بلا شغل. دائما وقت بطلع من منطقه الراحه وبملك الشجاعه، صح، بس في فرق بين الشجاعه بين المغامره والمجازفه. فانا اكون شجاعه بس انا عارفانه حالي اني حلاقي شغل احسن لانه مهاراتي طورتها اكثر وعندي سي في قوي. اوكي، حقي اني غير. بخاف يكون عن جد مغامره، يترك الشغل ويقعد بالبيت. تمام. ما يقعد يلاقي شغل احسن. أها. كذا بده يكون طيب عنده يفرق. أها. طيب تمام، بده يكون عنده فعلا رؤيه حقيقيه لحاله. تمام. انا حاسس حالي اني مظلوم بشغلي. طب انت حاسس حالك انك فعلا مواكب هالتطور بشغلك؟ يعني فعلا انت الشيء اللي عم تقدمه مناسب لشغلك وانت لازم تاخذ احسن؟ هل هو عنده مهارات جيدة ولا أنا مثلا 20 سنة بشتغل على نفس الوضع اللي أنا عم بشتغل فيه وفي ناس موظفين جداد فاتوا وعم يقدموا أفضل؟ تمام. فدائما الإنسان بشغله بده يطور حاله، ما بده يوقف في محله. أي شغل بده تطوير، الحياة دائما متطورة. فالموظف اللي دائما بيطور حاله والإنسان حتى صاحب الشركة بيطور حاله وبيكون دائما بتطوير، هو اللي نحن بنسميه دائما الموظف الذهبي، اللي هو ما بيهمه، بيعرف حاله انه وين ما طلع حيلاقي شغل لانه عرفان قيمة حاله. لكن اذا هو ما في هذا الشيء وانا مجرد اني عم بطلب شيء انا لا استحقه، فاكيد هي حتكون مجازفة ومغامرة. ومثل ما قلت لك لازم اخذ قرار اني غير ويكون عندي شجاعة. سلوى خلينا نجي على الواقع يلي عم نعيشه يوم بعد يوم، يعني منخلص من قصة منرجع بقصة تانية. كيف فينا ناخذ قرار وظرفك الراهن ما بيسمح لك تحققي لقرارك اللي اخذتيه، ان كان حلم، ان كان تغيير، ان كان اي شيء بدك اياه؟ يعني في عندك انت ظرف عم يفرض عليك انك انت تكون هيك حياتك، حتى لو عندك طموح لا هيك حياتك. تمام. هيك حياتك. تمام. هيك حياتك. وعنا مرحله من او حاله من الشباب كثير انه انا مستسلم للظرف. تماما. طبعاً. يعني انه عم يصير عنده احباط والحق معه، يعني عم بحس انه الظروف دائما اصعب، عم بحس انه اليوم مثلا الغلاء عم يزداد فبصير عنده فرص احباط. الشغل اقل، درسك حتى. تماماً. يمكن بدك تجيبي علامات لحد. صح. صح. يعني تماماً. النفسية طبعاً. اول شيء انا ما لازم استسلم لانه في ناس من اسوأ الظروف قدرت تعمل شيء بحياتها. يعني هذا الشخص اللي ما عم يلاقي وظيفة بامكانه هو يعمل شغل خاص. طب شغل خاص بده رأس مال؟ لا، يعني مثلا اذا كان هو مدرس فيه يدرس خصوصي مثلا، اذا هو بانه ملاقي وظيفه ضمن مدرسه او ضمن معهد او ضمن خلينا نقول اي معهد خاص، اي مثلا هو مهندس لازم يحاول يبتكر شيء جديد. يعني هلا نحن السوشيال ميديا ساعدت يعمل اي شيء على صفحته ويحاول انه يلاقي افكار. هلا الظروف الراهنه صارت بدها افكار جديده، اللي هي الشباب لازم يطلعوا فيها هي الافكار. في شيء انا بتحكم فيه؟
في شيء انا ما بتحكم فيه. انا ما بتحكم بالظروف الخارجيه، انا بتحكم بنفسي. مصمت. انا ما راح اقدر اتحكم بالظروف الخارجيه، ومو معقول استسلم لها، لانه انا عايش وحيش مره واحده، فبدي اعيشها صح، وبدي احاول اني اسعد نفسي. دائما في عنا خيارات، مهما كانت الحياه سيئه في خيارات بالحياه، لازم اختار الخيار المناسب. لكن اذا بدي ضيع وقتي بالتذمر والشكوى والالم، مين حيجي لي سلامتك، او مين حيقول لي مثلا ليه عم تزعل؟ وفي من الاشخاص بيعانوا من الكآبه، بينازلوا اصلا عن المجتمع، هذا اللي حكينا عنه، اللامبالاه، هدول مشاعر. طيب هدول كيف ممكن نطالعهم هدول الاشخاص؟ حلو. من حياتهم، من كآبتهم، انه كيف بدنا نخليهم يبلشوا صح، يعني ليقدروا يشوفوا الحياه يعني بنظره ايجابيه، يبعدوا عن نظره الكآبه هدول الاشخاص صار عندهم حزن، تمام، يمكن ضحوا كتير، قدموا كتير، وبالتالي صار معهم خزلان كتير، تمام، وصل هذا الخزلان لألم، لصدمة، لاكتئاب، وصلوا لمرحلة اللامبالاة، تمام. شو حيصير؟ ما عادت فارقة معهم، بيخسر شغله، بيخسر مرته، بيخسر أولاده، بيصير تسمعي كتير، وهذا كتير بيصير مع الأسف، يعني الجنس الرجال أكثر من النساء، تسمعي زوجي تقولك زوجي مو فارقة مع ابنه، بصير يعني بتقولك ما حاسس فينا، هو صار عنده من كتر الإحباط وصل لهالمرحلة اللامبالاة. هو اللي لازم يحرر هاي المشاعر السلبية. خلينا نقول فكرة كتير حلوة نساعد فيها، خلينا شيء عملي. كيف أنا بحرر مشاعري السلبية؟ دايما نحن كأشخاص ما بنعرف لا نحزن ولا نتألم، يعني دايما ما بقول أنا عم بحزن، أنا عندي شعور بالحزن، بقول أنا مكتئب، يعني بساوي الاكتئاب جزء مني، وبلش عاني، اتزمر، اشكي، وبغرق بالمعاناة. مثلا إنسانة انفصلت عن شخص هي كانت بتحبه بس انفصلت عنه، بتضل بقصة المعاناة، هو بيشوف حياته هي معاناة 6 سنين، وبتمرض وبتكتئب، وبصير معها 100 قصة، وهي لساتها بمكانها. هذا اسمه وقصصه وكذا، تمام، هذا اسمه معاناة. تتركه. طب كيف أنا بدي أخلص من المشكلة؟ أول شيء وهو أهم شيء، اتقبل هاي المشاعر. يعني في تمرين كتير بسيط احنا سيدونا انه يفرغ مشاعري السلبية، فبقعد هيك قاعدة كتير فيها راحة، بكون انا في استرخاء، طبعا ما بكون انا جاي متصالبة، بتكون هيك، وانا بقول مثلا فرضنا بحكي مع نفسي انه انا عندي شعور الحزن من شو؟ من مثلا فرضنا انا عندي شعور الحزن انه انا انفصلت عن شريك حياتي، انا حاسس هلأ بالحزن، انا بتقبل هذا الشعور الموجود فيه، بسال حالي السؤال التالي انه انا هذا الشعور الحزن هل انا قادره اني اتحرر منه؟ بجوز اقول لا. هل انا متمسكه فيه؟ بجوز اقول ايه، او بجوز اقول لا، ما بدي افكر، بدي اقول ايه او لا. طب انا ايمتى بدي اتخلص من هذا الشعور؟ بسال حالي هذا السؤال، اكيد انا حقول هلا مثلا ايه. فلما اقول ايه باخذ نفس، هي عمليه تنفس، اني انا اخذ نفس عميق مثلا 7 عدات وزفير، حالي من الريلاكس، برجع كرر العملية لأشعر بالراحة. كل يوم بعمل هال5 دقايق أو 10 دقايق إنه أنا على كل شعور سلبي بحسه أوصل لمرحلة الريلاكس. بعدين بسأل حالي أنا شو بدي، شو الهدف اللي بدي إياه؟ أنا بدي مثلا حياة جيدة، هذا هدف مطاطي، حياة جيدة بشو؟ دايما الأهداف لازم تكون معقولة. أنا بدي زيد دخلي، كيف بدي زيد دخلي؟ أنا موظف، موظف ما حيزيد دخله، عرفتي كيف؟ يعني موظف هيزيد دخله ضمن الوظائف، انا بدي يزيد دخلي بده يكون لي شغل خاص. شغل الموظف ما رح يوصلني لمرحله جيده من المال طبعا. لابد اني انا افكر اني شو ممكن اعمل، انا شو ممكن اعمل بحياتي. اما اضيع وقتي هيك بوظيفه طول حياتي طول عمري بس وظيفه، اكيد ماديا ما حاعمل شيء الا اذا كان عندي مبلغ عم شغله الى اخره. لازم تكون تفكيري واقعي مع شيء من التفاؤل. انا ما عم اقول نعطي احلام يعني لك والله والحياه سعيده ورائعه وانت فيكي تعملي شيء فظيع وخطير، لا، بدنا نكون واقعيين. لا، احنا الحياه هي تمام. يعني باصعب تمام. بدنا نكون أيام. واقعيين، اصعب ايام ونحن كثير ناس عظماء انه قادرين نضحك ونفرح ونعمل شيء، يمكن هذا اهم انجاز تماما. ويمكن اروع شيء بخلينا نطلع من هالسيره فيه. المحبه يعني طبعا. الانسان هلا انه هنا اغلب الناس مثلا بهالاوضاع الراهنه بتقول تفكر مثلا بتحسيهم المرتبطين عم يبعدوا عن بعض، بالعكس الحب اللي حيقوي مواجهتك للحياه، أكيد. المساعده والتعاون، يعني الحياه لازم تكمل، مو معقول انه نوقف ومعقول انه ننهي الحياه وبعدين بعد 20 سنه ما نلاقي اسره، اكيد هذا الشيء غلط كثير. اهم شيء المحبه، المحبه اللي بتخلي الانسان يقوى، شريك الحياه العاطفي ومساند بيخلي الحياة تكمل. الطفل اللي انت بتشوفيه وفي محبة اوكي، بس انا مثلا ما بيجي بهالظروف الراهنة بجيب 3-4 اولاد ورا بعض، انه ولد وبعطيه حقه،
مو جيب اولاد وما عم بعطيهم حقوق. خلينا نفكر يعني شويه بواقعيه يعني مهمة. لازم العالم كله ينتبهوا عليها انه فكر خلص فيها. فكروا هذا الطفل له حقوق بدي اقوم انا فيها، ودائما اعطي لحالي فرصه اطلع من هالشيء اللي انا فيه. هذا التمرين اللي حكينا عنه البسيط انه انا فرغت مشاعري السلبيه لحتى اقدر اخذ قرار بحياتي. واكيد لازم كلياتنا نكون مع بعض، اذا شفنا شخص من عائلتنا، شخص قريب منا فايت بالكآبه او كذا، لازم نوقف نساعده. معه ونساعده، لانه مثل ما قلنا المحبه هي احسن شيء. هي اهم نقطه انه انت فيك تساعدي حالك، بس كمان المجتمع لازم يكون يفهمك. انت ما بدك تزيدي همومك على العالم، ما نركز على الشيء المتعب. تمام. احنا مشكلتنا بنركز على القصه المتعبه وبنكرر فيها. بدنا كمان نقرب من الاشخاص اللي طاقتهم ايجابيه ليعطونا وينقلوا لنا هالطاقه، ونبعد قد ما بنقدر عن الاشخاص السلبيين. حلو. وكل شغله بدنا اياها تزيد بحياتنا بنفوكس عليها وبنحكي فيها كثير، وكل شيء ما بدنا اياه يزيد بحياتنا ننسى. ما بنحكي ننسى. فيه وبعد بسمح لمشاعري تعبر. يعني انا حزين ما بقيم الحزن لانه بصير ملف جوا دماغي لبعدين بعقلي الباطن بتعبني، لا انا حزين باخذ لحظه بحزن ببكي، حقي احزن حقي على الصيف. يعني لكل لحظه أنا لازم نعطي حقها بس لكل لحظة. حياتي بنتشكرك، بنتشكر طاقتك الحلوه حبيبتي. ومعلوماتك القيمه، ونشوفك اكيد بحلقات قادمه. اكيد شكرا لك.